وحتى تكون الشكوى أقرب لأن تجاب، تقديم صدقة قبل الشكوى، تأدبا مع الله. تحاول أن تكون لوحدك وأنت تشكو الله، وتحاول أن لا تخبر أحدا أنك ستذهب تشكو إلى الله. تحاول أن يكون هذا بعد كثرة ذكر حتى ينكسر القلب أكثر. تحاول أن تتوخى اسم الله الأعظم، مثلا قال كثير من العلماء الحي القيوم أو الله الواحد القهار. المهم تأتي بأسماء الله الحسنى التي تناسب الحال، تلح على الله بالترديد، يكون الصوت خفي تسمع به نفسك تقول شكواك. أدرج في الدعاء استغفار يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكن على يقين بأنك فوضت أمرك إلى الله. مثل هذا يوفق الله جل وعلا من شاء، يرجى أن يجاب الدعوة.